اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وهذا اللقاء الاستثنائي معكم من خلال برنامجكم الاهلي في كل مكان، واحتفاء قناه الاهلي بذكرى مرور 16 سنه على رحيل واحد من اعز الرجال، واحد من اعز الرجال في النادي الاهلي، واحد رمز الرموز، قيمه القيم الاهلاويه كلها. وده على فكره كانت بعض مما جاء في البيان الرسمي اللي صدر عن النادي الاهلي صبيحه يوم 6 مايو 2002، لما نعى النادي الاهلي الى الامه كلها رحيل الكابتن صالح سليم. عشان كده اعتقد تواصل برامج قناه الاهلي في الاحتفاء واحياء ذكرى المايسترو مساله تحتاج ايام كثيره جدا، ومواقف الكابتن صالح سليم تستحق حلقات وحلقات. لكن في الحقيقه من الحاجات النقاط البارزه جدا في مسيره الكابتن صالح سليم انه مات ليعيش، وده شأن كل الرموز العظام. الحياة لا تتوقف معاه مع انتقاله إلى مثواه الأخير، بل إنه بكل تراكم سيرته ومسيرته ومواقفه وقصته في حياته تتحول إلى مدى طويل جدا يعيش بين كل الأجيال. 16 سنة على رحيل الكابتن صالح سليم ولا يزال حيا في وجدان الأهلوية كلهم، الوجدان الجمعي للأهلوية أعتقد لا يذكر شيئا مع كل موقف وكل مناسبة إلا ويسبقه اسم كابتن صالح سليم. شباب كتير حتى في السوشيال ميديا في العشرينات وفي الثلاثينات لم يعاصروا كابتن صالح سليم، لكن بالنسبة لهم صالح سليم رمز وقيمة كبيرة. إيه سبب هذه القيمة؟ لماذا عاش بعد أن مات صالح سليم؟ وإيه قصة هذه الكاريزما العجيبة جدا في تاريخ الرياضة المصرية؟ أعتقد المسألة تحتاج إلى نظرة تأمل فيها شيء من العمق، تحتاج إلى حالة رصد أمينة شوية، فيها جزء كبير جدا من اللي بيتقال أساطير، لكن في جزء كبير جدا واقعي لم يكشف النقاب عنه بعد. عشان كده في هذا الجزء من هذه الحلقة الممتدة مع حضراتكم احتفاء واحتفالا بذكرى المايسترو، كان لابد من البحث والتنقيب عن مكنونات رمز الأهلي صالح سليم. ولا ينبئك قدر خبير وخبيرنا الليلة الكاتب الصحفي الموسوعي الأستاذ حامد عز الدين. أهلا بك يا أستاذ حامد. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم. تعيش وتفتكر وكل 6 مايو وصالح سليم عايش. هو دي ده هي دي النقطة الأساسية، وهو ده اللي خلاني رغم إصابتي أمس فقط بنزلة أنفلونزية من اللي بتتعبني، ألف سلامة، لكن حرصت على أن خلينا أقول إن هي أنفلونزا سودانية. لا بقى مش عايزين نحكي بقى مين السبب. لانه انا بعتقد انه التاريخ والتذكير بالمايسترو الكابتن صالح سليم هو تذكير دائم بسر عظمه النادي الاهلي. انا اتذكر ان انا يعني كيف ان النادي الاهلي ده كانه بدأ كبيرا عكس سنة الله في خلقه. صحيح. فاكتشفت انه على مدار السنوات من 1907 ورجالات الاهلي الكبار كلهم كانوا بيقدموا اشياء، واشياء مهمة، والدليل انه لا احد ايضا ينسى اسم الكابتن مختار التتش الذي كان الكابتن صالح دوما يقول هو علمني هو علمني. ولا ننسى ايضا الفريق اول عبد المحسن كامل المرتجي اللي ذكرى كانت منذ يوما ذكرى ميلاده، دي حكايه ذكرى ميلاده، ايوه اسف. فدول كلهم صنعوا للاهلي شيء عظيم، لكن صالح سليم من العلامات البارزه التي وضعت الدستور غير المكتوب للنادي الاهلي. فأصبحنا نلجأ لهذا الدستور غير المكتوب كلما حدث شيء. وطبعا أنا وإنت فاكرين في أكثر من مرة، فأنا أقول ماذا قال صالح سليم في هذا، ماذا قال صالح سليم في هذا. ناس كان وصلها صالح سليم وأنا لم أكن أظن. لكن المشهد الغريب في جنازة الكابتن صالح سليم أثبت عظمة الشعب المصري. أيوة، اللي وصل له صالح سليم بدون ما يكون قريب منه، مش اعضاء النادي الاهلي وما لهمش علاقه بالموضوع، ناس عاديين جدا كلهم خرجوا احتفاء
أو وفاء لذكرى رجل لم يعهدوا ولم يذكر مطلقا بالنسبة لهم إلا في أشياء رائعة ومبادئ عظيمة وتمسك بقيم على مدى تاريخه رحمه الله. ويعني أتاح للنادي الأهلي الفرصة لكي يكون هناك صالح ثم صالح ثم صالح ثم سليم. أستاذ حامد، ليك مقولة الحقيقة منحوتة باسمك، دايما أنا غشيتها منك أكتر من مرة الحقيقة. الأهلي هو المعادل الموضوعي لقيم الحب والخير والجمال. الحق والخير والجمال. والجمال. الحق والخير والجمال. لازم أنا أسألك، إذا كان الأهلي كذلك فماذا يكون صالح سليم؟ ما هي مكونات صالح سليم؟ هسمع رأيك، ولكن نشوف في هذا التقرير الصوتي صالح سليم والأهلي وقصة عشق. بين الأهلي وصالح قصة عشق، حب من أول نظرة، وفاء وانتماء للأبد. لم يعرف صالح طوال تاريخه سوى النجاح، تألق بشدة في ملاعب الكرة، بمجرد الاعتزال واصل النجاح في المجال الإداري حتى توقع له الجميع بمستقبل كبير. تولى صالح منصب مدير الكرة بالأهلي، وكان له فضل كبير في ظهور جيل جديد بالأهلي في بداية السبعينيات بتأسيس فريق التلامذة. لكن صالح استطاع بقوته وكبريائه أن يصنع لنفسه مجدا كبيرا في عالم الإدارة، حتى أصبح رئيسا للقلعة الحمراء عام 1980. على يديه فاز الأهلي ببطولة إفريقيا لأول مرة عام 82. استمر في منصبه حتى عام 88 قبل أن يترك رئاسة النادي لعدة سنوات، لكنه عاد لاستكمال المشوار عام 92 صانعا الكثير من الأمجاد. كان صالح يمثل أنموذجا فريدا في الإدارة الرياضية، يرفض الخروج عن النص، فوضع الأهلي في مكانة خاصة. على يديه استمرت مدرسة الأهلي في تعليم الآداب والأخلاق قبل الرياضة والبطولات. عام 85 قرر صالح سليم إيقاف 16 لاعبا بالفريق الأول بالأهلي قبل مباراة مهمة أمام الزمالك ببطولة كأس مصر. لعب الأهلي تلك المباراة التاريخية بفريق من الشباب أمام نجوم الزمالك الكبار. استطاع الأهلي تحقيق الفوز لتنتصر مبادئ الأهلي على الجميع. استمرت مواقف صالح الخالدة، لا ينسى أحد مقولته الشهيرة: الأهلي فوق الجميع. رفض بشكل قاطع تمرد أي نجم كروي مهما بلغت شهرته وأهميته داخل الفريق، فقرر إيقاف العديد من النجوم عبر أجيال مختلفة ليظل الأهلي هو مدرسة الإدارة الرياضية بفضل هذا الرجل العظيم. أستاذ حامد، في هذا التقرير كابتن صالح أول لاعب كرة يصل إلى كرسي رئاسة النادي الأهلي، ومنذ العام 80 وأطفى صالح سليم على لاعب الكرة هذه القيمة الإدارية الخاصة جدا. لكن إيه مكونات صالح سليم؟ يعني لماذا وصل إلى هذه المكانة العالية؟ صالح سليم كان متطرفا في النموذجية. في النموذجية. نعم. متطرفا في النموذجية. إلى درجة أن أنا اضطريت في يوم أسأله: هو أنت ليه كده؟ إزاي كده يعني؟ فقال لي: أنا تعودت أتحمل المسؤولية. يعني أبويا عمره ما عنفني ولا عمره هددني حتى لا، هو كان بيسيبني حتى لو بغلط ويراقبني من بعيد، فأتحمل مسؤولية. فتعودت أن أتحمل مسؤولية ما أفعل، وبناء عليه لابد أن أفكر فيما أفعل، لكن لا أخاف من شيء.
فأنا قلت له أنت متطرف في النموذجية. وده كان على فكرة في أول حوار ليا معاه. أنا هسألك عن قصة العلاقة وكيف بدأت، لكن أنا بتكلم على مكونات هذا النموذج. يعني أنت أشرت إن الأهلي المعادل الموضوعي للحق والخير والجمال، الثلاثية بتاعت صالح إيه؟ الصدق، الصدق والاحترام. آه. ثم الصدق والاحترام. آه. هو صادق محترم. صادق ومحترم طبعا. ما هو محترم لأنه يحترم الناس جميعا. بالضبط. هو رجل يحترم الناس لأنه عارف أنه احترامه للناس اللي بيكتسب منه هو الاحترام، فهو بيحترم الناس جميعا. طبعا كان في أساطير على أنه الدكتاتور وكذا، وطبعا أثبتت الأيام عكس الكلام ده كله. أعتقد على حتة الاحترام كان ليك ملاحظة معاه مهمة أذكرها، في مسألة أنه لما بيدخل النادي ما بيسلمش على حد والناس تراه متكبرة. وفسرها لك تفسير تاني خالص. هو هي دي حكاية الحوار الأول اللي من بعده بدأت علاقة خاصة بين شخص المايسترو صالح سليم وبيني، واستمرت. طب هي العلاقة بدأت ازاي؟ العلاقة أنا كنت أنت محرر شؤون خارجية. نعم. في أخبار اليوم. صحيح. يعني بعيدا عن ملعب الرياضة خالص. صحيح. يعني كيف اجتذبتك الكورة؟ لا أنا الكورة حبي للأهلي من زمان قوي. من دي السنارة اللي جابتها. الكابتن عبد المجيد نعمان. وعلى فكرة عليه رحمة الله. أنا يعني سعيد إنه اليوم أربط ما بين الكابتن عبد المجيد نعمان الله يرحمه، لأنه كان نموذج آخر، نموذجية شيوخ الاحترام. صحيح. عبد المجيد نعمان لم يكن يدخل عليه أحد مكتبه إلا يقف. صحيح. لو دخل عليه واحد مش من جريدة أخبار اليوم لا يمكن يقبل إلا إن هو وصله لغاية باب الأسانسير. عمري ما شفت الكابتن عبد المجيد نعمان مطلقا منفعل إلا لو تعلق الأمر بشيء يقلل من قيمة النادي الأهلي، بس هو ده اللي خليه ينفعل. وليها قصص. والكابتن نعمان كان هو سبب دخولي إلى مجلة الأهلي، أما عارف أولا أني أهلاوي، وبعدين بدأ التعاون بأن أنا بتكلم في السياسة الخارجية والشؤون الخارجية، فبقول له إن الخبر ده مهم في الرياضة الخارجية. وده الخبر ده وكذا، فقال لي طب ما تيجي تحط إيدك معانا. وكان لسه هو متولي مسؤولية رئاسة تحرير مجلة الأهلي. وشيئا فشيئا حملني المسؤولية في إدارة التحرير كاملة بتاعت إدارة التحرير. بعد سنوات طبعا، لأنه هو كانت كل شيء عنده له أسس مش كده يعني. صحيح. وطبعا كانت أنا بعتبرها الخبطة الصحفية الأولى في الرياضة. بالنسبة لي كانت عندما فاجأني الكابتن عبد المجيد نعمان رحمه الله، وقال لي فاضي بكرة الساعة 8 الصبح تروح للمايسترو. قلت له عشان إيه؟ قال لي هتعمل مع حوار. وبعدين بدا يحكي لي هو ايه اللي حصل، لانه كنت بوصل الساعه 2 الظهر الى عمل معايا الجريد. مره بس الميعاد كان 7 الصبح مش 8 الصبح. فقال لي انا كلمت المايسترو. وانت عارف هو ما بيعملش حوارات يعني خالص. فانا قلت له ان احنا عايزين نعمل حوار، وان انا عندي حد يعني، فهو منتظر ان الكابتن نعمان اللي هيعمل الحوار. فقال له انا هبعت لك صحفي كويس. وبالغ وقال ده صحفي احسن مني. فقال له ما بلاش يا نعمان. فقال له انا متمسك بالموضوع. وفعلا الساعه 8 الصبح دي كانت بالنسبه لي شيء صعب جدا. وصلت للكابتن صالح الساعه 8:30 الصبح. بس كانت المفيد ليا ان كان الطريق الى مكتبه من كورنيش النيل 26 يوليو كان متوقف فاضي. واكتشفت بعدين اللي كان موقفه كان كابتن صالح سليم. لانه هو حط سيارته بالعرض. اعتراضا على حاجه. اعتراضا على انه رجال المرور في المنطقه دي عارفين انه هو بيطلع هنا، ان ده مكتبه هنا. وانه هو بيجي بالعربيه بيحطها هنا ومتفقين. فلقى المكان بتاعه مش موجود.
فقال لي هم ما التزموش، فوقف العربيه بالعرض وطلع، وحصلت قصه لغايه ما اتحلت. فانا اعتمدت على دي في ان انا اقول له انا ما اتاخرتش، انت السبب يا كابتن، انت اللي عطلت المرور. وبعد ما شربنا القهوه او انا شربت القهوه اللي هو طلبها لي، فقال لي ها هنقول ايه بقى؟ فقلت له انت مغرور ليه كده؟ انا قلت دي استفزازا، بتشك، لكن فوجئت بيه استقبلها بهدوء. قال لي ازاي؟ فقلت له ده في شواهد كتيرة جدا على الغرور يا كابتن. قال لي طب اتفضل قول لي ايه الشواهد. فقلت له حضرتك في مره نازل من الطياره ومطار القاهره وكان في تعديل وزاري او تغيير وزاري، والصحفي راح يسالك، فقلت له انت عارف انت بتكلم مين؟ قال لي فعلا. في ايه كمان؟ قلت له راجل على الهوا بعد انت ما نجحت في الانتخابات الاولانيه راح يقول لك يعني احنا على الهوا، فانت اديته ظهرك وقلت له انا اسف، وكانت مباراه فولي بول بين الاهلي والزمالك. قال حصل. قلت له حضرتك وانت داخل النادي الاهلي، نادي الاهلي طبعا كان وقتها الجزيرة. ما بتقولش السلام عليكم للناس اللي قاعدين على قريب منك في يعني في المبنى الاجتماعي؟ قال لي فعلا صحيح. قلت له طب عايز ايه بقى اكتر من كده؟ قال على كل انا عرفت ان نعمان بعتك، يعني قال ان انت هتعمل حاجه مختلفه. اسمع يا سيدي، اما الصحفي اللي سالني عن التغيير الوزاري فانا كنت بقول له انت عارف انا مين؟ اقصد اني اقول له انا مجرد رئيس نادي رياضي بتاع كوره وفولي بول وباسكت بول، ليش انا اتكلم في تغيير وزاري؟ من اكون عشان اتكلم في تغيير حكومي وتغيير وزاري؟ انا ايه علاقتي بالموضوع؟ يعني انا لست خبيرا في هذا، فانا عايز اقول له انا صالح سليم رئيس النادي الاهلي. فهو راح حطها منشط وده حقه يعني. ما قلت له طب والتاني؟ قال لي التاني جالي اول ما دخلت، نتيجه الانتخابات كانت طلعت، وانا رحت للملعب اللي فيه الماتش، فهو قابلني هذا الاعلامي الرياضي يعني، وقال لي انه احنا عايزين منك كلمه وكده. فانا قلت له انا بوعدك ان شاء الله بس اول اجتماع، نعمل اول اجتماع، لان انا ما اعرفش حاجه يعني، ما عنديش حاجه اقولها، ما عنديش معلومات، وانا ما بحبش اتكلم اما ما عنديش معلومات، فارجوك بس تدينا فتره كده اقعد مع مجلس الاداره ونشوف الملفات، وبعدين يبقى لو عندي خطط حتى للمستقبل اقولها، فيبقى كلام كويس. واوعدك انه انا اللي هتصل بيك واقول لك تيجي نعمل ده لانه ده حق الناس عليا. فهو افتكر ان انا بهزر او يعني ان انا مش جد في الموضوع، ففاجأني وقال لي احنا على الهواء، وبيحط لي المايك. بيدبسه. قلت له انا اسف. ثلاث مرات قلت له انا اسف لانه انت عملت عكس اللي احنا اتفقنا عليه، وانا مش ممكن اعمل حاجه انا ما اتفقتش عليها. قلت له طب والناس وانت بقى اللي ما بتقول لهمش السلام عليكم؟ قال لي انا لو احبك ان تنشر الاجابه بس هقولها لك انت. قلت له اتفضل. قال انا عينيا، وقام قال لي النضاره بتاعته. عينيا عامل فيها عمليات. المدخل بتاع النادي الاهلي فيه اضاءه بيضاء. لما بيدخل في وشه. فما بدخل ببقى اللي بعيد عني شايفه مش شايف في حاجه. مفيش حاجه فيه واضحه. فبخشى ان انا اقول السلام عليكم فما يكونش حد قاعد فيقولوا شوف صالح بيسلم على الكراسي الفاضي. يعني لو مش لاكثر من كده ابدا، بس انا يعني مساله رؤيه. انا ببقى شايف قدامي حاجه سودة. الاضاءه هنا على عيني اللي تعبانه فببقاش شايف. فبخاف اقول السلام عليكم فهيقول لك صالح ما عادش شايف. وانا ما بحبش الشفقه دي، الشفقه وال والتعاطف. ومن هنا بقى جرى الحوار، وهو اما رد على السؤال الاول العجيب ده او الصعب ده اداني فرصه بقى ان انا اقول كل حاجه انا عايزها، وهو قابل كل شيء وكان سعيد جدا جدا
بعد ما خلص الحوار، واعتقد انه الكابتن نعمان نشره في الاهلي والاخبار في نفس اليوم. الصوره الذهنيه اللي اتاخدت عند كثيرين عن صالح سليم فيها جزء من الديكتاتوريه، فيها جزء من التسلط، فيها جزء من الشخصيه الجبروتيه قوي، وكل من اقترب من صالح سليم عرف ان هو تقريبا ملامح شخصيته عكس ده خالص. صحيح. حتى في الجزء الديمقراطي ربما كان من اكثر الرياضيين ديمقراطيه، لكن تفسر بايه انه فضلت الصوره الذهنيه العنيفه دي ملاصقه لدى العام عن صالح سليم؟ ما هو كان في ناس، ما يعني صالح ربنا سبحانه وتعالى الناس ما اجتمعتش عليه طبعا، فصالح سليم كان في ناس ما بتحبهوش لنجاحه، لشخصيته القويه. صحيح. ما بيحبوش. فكانوا بيخترعوا اشياء زي القصه اللي احنا حكيناها بتاع انت صالح بيقول للجريده الفلانيه انت عارف انت بتكلم مين، حاجه زي كده. لكن الحقيقه انا ما شفتش حد طبيعي، بسيط جدا، متصالح مع نفسه قوي الا زي صالح سليم. انا ما شفتش. وقبل ما انسى هنا هحكي على قصه انه صالح سليم اللي كان بيتهم بالديكتاتوريه، يعني شاءت الظروف ان انا مضطر اسيب مصر عشان اروح الى فرنسا. وانا كنت وقتها مدير تحرير الاهلي مع الكابتن نعمان، فطلب مني ان انا ارشح حد من الزملاء اللي معانا عشان يتولى المسؤوليه معايا. فرشحت حد، فكابتن نعمان برضو في تصرف من تصرف النبلاء قال لي انا لن ابلغ صالح سليم، انت اللي هتبلغه. ورحنا، وكان قبل سفر انا بثلاث اربع ايام النادي، وكان في ناس كتير. ف انا دخلت على الكابتن صالح وقلت له ايه، انا مسافر وهغيب، فبرشح الزميل فلان الفلاني. فقام بص كده وحاول ان اتذكر، قال مش ده بيشتمني كتير؟ فانا قلت له الحقيقه لا، وبعدين هو لو يعني هو ينفع انه هيبقى حد بيشتم في حضرتك كتير؟ فانا اقول لحضرتك يجي يبقى هو مسؤول في مجله الاهلي؟ قال لي ونعمان موافق؟ قلت له طبعا، هو بس طلب مني ان انا ايه ابلغ حضرتك. قال يعني نعمان موافق وانت اللي مختار؟ قلت له قال يبقى خلاص. يبقى الموضوع منتهي، لان انتوا اللي بتفهموا في ده. صحيح. فقلت له بس انت ايه حكايه بيشتمني وهو؟ فاتضح انه في التباس. فوضح ان في لبس في في الاسم. لكنه اضاف قال افرض ان هو كان بيشتمني وانتوا شايفين ان هو مفيد لمجله الاهلي، فليكن، يبقى خلاص. ليه؟ لانه انتوا يعني في المكان ده لانه كنتوا بتعرف فيه، انا مش بعرف، انا لا اعرف هذا الموضوع. فقراركم هو اللي يبقى صح. اذا طلع ما بيشتمنيش هتبقى حاجه كويسه. بهذه البساطه. بعديها وانا في فرنسا، في فرنسا، راجع في اجازه، اجازه بسيطه يعني. فطبعا كنت يعني انا ارجع بمطار اشوف النادي الاهلي قبل ما اشوف بيتنا. فرحت على النادي الاهلي وكان الكابتن صالح كان موجود، وقعد يكلمني يعني اخبارك ايه وكذا وبتاع، وانت وحشنا كتير. المهم وانا همشي بقى يعني بالليل في المكان اللي هو بيقعد فيه، اللي هو بيقعد فيه كل الاعضاء، اللي هو في التراس، المكان اللي كان بيقعد فيه وكل الناس تيجي له، زيه زي اي عضو يعني. فانا بقول له اشوف وش حضرتك على خير؟ قال لي لا تعالى اديني العنوان. قلت له عنوان ايه؟ قال عنوانك في باريس. فانا بيني وبين نفسي قلت شفت المجامله. وقلت له العنوان كذا كذا كذا، قال لي اكتب ورقه.
كتبتها في ورقة وديتها لي. أنا بيني وبين نفسي نسيت. لا مش حكاية نسيت. إيه المجاملة؟ لا هيعمل إيه هو بالعنوان يعني. رجعت باريس وبعد حوالي شهرين ولا حاجة لقيت التليفون بيرد وحد بيقول لي أنا صالح سليم. أنا ما صدقتش. افتكرت حد بيهزر معايا فقلت له يا فلان ما تهزرش. قال لي يا حامد أنا صالح سليم. قلت له طيب حضرتك فين؟ حضرتك موجود فين؟ قال لي لا أنا في الطريق. قال أنا في الطريق. قلت له عشان بس ايه خمس دقايق كده كنا انا ايه واقف قدام الباب بتاع البيت. لان طبعا البيت كان استوديو صغير جدا في باريس القديمه وحاجه لا تاريخ يعني. انا وجهه نظري كده حاجه بتاعت مبتعث. وانا في هذه الفوره الانفعاليه واخدت دش بسرعه وبلبس لقيت باب الشقه بتاعتي الاستوديو بتاعي افتح لقيت كابتن صالح سليم. هناك الابواب بتاعت المداخل العمارات لازم يا اما يكون معاك المفتاح يا اما حد يفتح لك يعني انت طالع لابراهيم فبتدوس على الرقم ده ابراهيم اللي هو الانتركم بس اللي هو قديم قوي. فهو عارف كل القصص دي فهو مستني لان هو ما كان بيكلمني كان من الكشك بتاع التليفون اللي تحت. طبعا ما كانش فيه موبايلات ولا كده. فانتظر لغايه ما حد جه من السكان يعني دخل فهو دخل معاه لانه عارف يعني او حاس بان انا بقول له انا عايز انزل عشان اقابلك في الشارع انه قد يكون لدي يعني ايه نوع من الشعور الخجل او كده يعني. فلقيته قدامي فانا وقفت دقيقتين فعلا مش مبالغه يعني 120 ثانيه فعلا انا مش عارف اقول ايه طب ولا اعمل ايه. قال لي مش هتقول لي ادخل. قلت له طبعا اتفضل يا كابتن مش هتعمل لي قهوه. انا كان عندي كرسي واحد وسرير صغير كده. فدخل وبدا يتحدث بكثير من الـ 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 الاعجاب بالمكان جبر خواطر وانت قاعد في كل دي لوحدك. وده انا لما كنا بنيجي هنا في الشارع ده كنا بنيجي بنبقى بالخمسه سته قاعدين انا مش عارف ما بقتش عارف اقول ايه. قال فين القهوه؟ قلت له هتشرب القهوه اللي انا هعملها يعني؟ قال لي طبعا. فعملت نسكافيه وكده شربنا النسكافيه وبعدين نزلنا وسرنا سويا حوالي 8 ساعات في شوارع باريس وانهينا الجوله في على قهوه في الشانزليزيه وكان هو حريص ان يترك لي شرف ان اكون انا الداعي. الى انه خلاص احنا هنمشي ف كنا رحنا في تاكسي فقال لي قلت له ايه هو حضرتك البيت فين؟ فقال لي على اسم ميدان يعني ميدان ده زي ما اقول لك انا مثلا ميدان الدقي وهو ساكن في فيلا في الزمالك. ميدان الدقي وهيمشي كل ده عشان يوصل الزمالك. فقلت له طيب احنا هنركب. قال لي لا بص هتنزلنا الاول وبعدين انت تكمل يعني انت تقول للسواق عنوانه كده. فجينا في الميدان قلت له اني شارع؟ قال لي لا بس انا عايز اتمشى. لاعلم بعدها ان هو قاعد في يعني فيلا ابعد من الميدان شقه لا شقه في مكان راقي جدا بس هو مش عايز يعني يخليني اعمل المقارنه دي انا مبتعث وحاجه صغيره يعني فمش عايزني احط ده خالص. مش عايزني احط ده. والحقيقه كانت انسان برضه. هو ده الانسان. ايوه هو ده الانسان والبسيط. اقول له ناكل ايه قول اللي انت عايزه ناكل اي حاجه نشرب اي حاجه الحوارات
بيتكلم في كل الاشياء. اعجب حاجه في ده كانت بالنسبه لنا انه ساعه ما كان بيقول لي اديني العنوان هو كان صادقا. قال لي إن انا هاجي لك. انا خدتها انها مجامله لكنه ما عندوش هو ما عندوش مجامله. هو يكفي ان يحب ما عندوش مجامله يعني ما يقولش حاجه خلاص. هو لا يقول الا ما يريد ان يقول. وعشان كده على فكره حصلت فتره خصام بيني وبين المايسترو شهرين. خصام في خصام حصل بيني وبينه شهرين. ده الفتره الاخيره؟ لا يعني في نفس الفتره دي. لانه احنا اتفقت انا كنت بكلمه في حاجه فهو قال لي مش عايز اتكلم فيها. انا بكلمه في حاجه وهو مش عايز يتكلم فيها فانا كتبت اللي هو مش عايز يطلع. لا المعلومات مش على لسانه. كتبت معلومات عن هذه العلاقه وهو عرف فزعل مني جدا. وعلى فكره كنت انا عايزه يتكلم عن علاقته بعبد الحليم حافظ وراه وقال لي بالاسباب وان هو مش حابب الحكايه دي مش حابب يتقال كلام في هذا في النقطه دي يعني. فانا على لسان حد تاني اتكلم عن هذه العلاقه. فاعتبر ان انت مصدر المعلومات. لا هو زعل لانه قال لي السبب الحقيقي وانا بالنسبه لي كانت الحكايه صحافه. طبعا. فقعد يشوفني ما يردش عليا فتره طويله جدا. ففي الاخر قلت له يا مايسترو انت زعلان مني بقوه ليه؟ انا نسيت. فقال لي انت قلت لي كذا وانا قلت لك كذا وانت عملت كذا. قلت له انا بعتذر جدا بس انا الكلام اللي انا قلته مش على لسان حضرتك. قال لي قال بس الموضوع يخصني وانت عرفت الاصل عرفت الحقيقه فكان خلاص ملهاش لازمه. ملهاش لازمه كنت صديقا. ولم اعد يعني في الفتره الاخيره من حياته. فانا ازاي اقول حاجه غير صحيحه؟ شفت ال يعني حاجه قد تبدو بسيطه بس هو بيقول انا ما احبش اقول الا الحقيقه. انا كنت وانا مش عايز اقول حاجه وحشه. الراجل متوفي خلاص فما اجيبش سيره. لكن ما اقولش والعلاقه قديمه كنا اصدقاء وكنا حبايب. كابتن صالح كان يكفي انه يحب حد ويقتنع بيه ويثق فيه فيسلم له بالثلث. يعني انا اعتقد النموذج الاقرب لي اداريا كابتن حسن حمدي. ظل متلازمين بشكل قدر غريب. كابتن صالح عضو مجلس اداره، كابتن حسن مدير كوره. ينجح الكابتن صالح رئيس للنادي يعين الكابتن حسن عضو مجلس اداره ثم ينتخب كابتن حسن مع الكابتن صالح عضو ثم امين صندوق ثم نائب رئيس النادي ورئيس بالانابه الى ان يخلفوا. ازاي شفت هذه العلاقه المتلازمه شديده التواصل؟ هو كان في تطابق. اصل صالح سليم شخصيته تسيطر فتنقل فيصبح الاستاذ دون ان يعني ذلك. هو مش قصده بس هو تصرفاته. فانا جيت فتره لقيت هذا التطابق. صالح سليم حد يقول لي طلع كم مره في التلفزيون؟ خالص. انه يجري حوار يقول لك طب يعني هو في ايه جديد؟ في ايه جديد عشان اعمل حوار؟ انا ما كانش بتكلم يعني. عد لي كام حوار اتعمل مع صالح سليم في اخر 20 سنه في حياته. وكان قليل الكلام خالص. فنلاقي كابتن حسن حمدي واخد الخط ده ليه؟ أو هو شاف ان ده هو المظبوط. ايوه ان الكلام الكتير لا ده الكتالوج صالح سليم. ده العرف بالظبط
غير المكتوب. ايوه الدستور غير المكتوب. اها. وعشان كده احنا نشوف الان انه من اهم الملاحظات بتاعت الناس كلها انه مجلس اداره النادي الاهلي لا نرى اعضائه كل واحد طالع في حته وكل واحد بيحكي في قضيه وكل واحد بيقول راي خالص. رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عمل لقاء واحد عشان يقول احنا عملنا كذا في الفتره كذا وهنشوفها بالشكل الفلاني في مؤتمر عام كل المجلس. ومعاه كل المجلس الاداره. بدون ايه يعني ما يحسكش انه دول محتاجين يتشهروا يعني. هم هيطلع وهيحكي ويكلم في كل شيء مع يعني ممكن الحكايه بس بقدر. ايوه بقدر يعني بقدر ليحقق قدره لو انا محتاج. لكن غير كده انه يبقى الكل يحكي في كل شيء وكده ده مش هو النادي الاهلي. مش هو النادي الاهلي. فكل واحد عارف ظروف النادي الاهلي. كل واحد لابد ان يبقى واقف عند مدى المسؤوليه بتاعته. مسؤوليتي كذا والنتيجه كذا واتصرف كذا. وله كل الصلاحيات. له كل الصلاحيات فيما يفعل حتى لو ان احدا او ان رئيس النادي الاهلي قد يختلف في شيء فهو بيقول وجهه نظره لكن ما بيفرضهاش على حد في مسؤوليته لانه المسؤول في الاخر بيحاسب طبقا لانجازه فيستمر او لا يستمر. طب بعد علاقه نصف القرن تقريبا بين الكابتن صالح والكابتن حسن تحب تعرف راي الكابتن حسن في الكابتن صالح؟ انا عارفه بس نسمعه. نشوف الكابتن حسن حمدي ورايه في الكابتن صالح سليم. بدأت علاقتي بالكابتن صالح من ساعة ما ابتديت أروح النادي الأهلي وأعتقد سنة 59-60 تقريبا. يعني كنا لسه في مدرسة الكورة والحقيقة كنا مثلا بنخلص المدرسة أو بنلعب قبل الفريق الكبير. كان الحقيقة بتواضع شديد جدا كان بنلاقيه قاعد معانا وإحنا قاعدين مثلا في الجنينة أو أي حاجة من هذا القبيل. أعتقد الفترة اللي هي كنا عن قرب معاه في بداية حياتنا كانت الدوري الداخلي في 67 كنا عاملين فرق بنلعب فيها وكان كل يعني الأشبال الصغيرين بس كنا بقى خلاص كبرنا يعني كنا حوالي 17 سنة كده ابتدى يبقى بنلعب مع كابتن صالح في الدوري الداخلي وبعد كده كنا بيبقى هو متواجد معانا جوه النادي يعني فدي يمكن اول فتره كابتن صالح ابتدينا نعرفه ككابتن صالح داخل النادي الاهلي 79 كان المفروض بيتفاوض مع مجلس الاداره يبقى مدير كوره واختلف كان رئيس النادي في ذلك الوقت السيد فريق مرتجي واختلفوا وجم رشحوني انا امسك مدير كوره كويس أول حاجة عملتها خدت شروط والنظام بتاع الكابتن صالح من الكابتن صالح كويس قلت له أنت مقدم لهم إيه وإيه اللي أنت شايفه صح وإيه اللي أنت شايفه غلط كويس وأول حاجة عملتها إن قعدت مع الكابتن صالح قبل ما أوافق إن أبقى مدير كورة وقبل ما أروح لمجلس الإدارة وأقول لهم أنا عندي شروطي أو عندي نظامي واللوائح بتاعت الكورة تبقى إزاي فخدت اللوائح والنظم اللي هو كان عاوز يطبقها كويس واشتغلت ودخلت مجلس الاداره وقتها لما وافقوا عليها اعضاء مجلس الاداره بيقولوا على ما دي كانت الشروط بتاعت الكابتن صالح كويس اللي هي اصلا انتم ما وافقتوش عليها ما هو بيحب النادي اكتر مني فهو عارف ان مصلحه النادي ممكن تبقى مع حسن
فبيقول لهم يعني خلوا بالكم ان ممكن حسن ده يبقى راجل كويس. يعني كابتن صالح يمكن الفتره برضو الاخيره كان هو مسافر بره مصر يعني ظروف مرضه، فكان في الحته دي بيثق فيا كشخص ان انا بقدر ادير النادي زي ما هو شايف او زي ما احنا هو حاطين اللوائح زي ما احنا حاطين النظم بتاعتنا. وكنت دايما بيمشي النادي بالطريقه دي. لما حصل التمرد دوت اديناهم انذار، يمكن انا حسن رحت قابلت لهم واديتهم فرصه ان تكون الذاكره 24 ساعه انه ينتظموا ويجوا النادي. اذا ما حصلش كده اضطريت ان انا اوقفهم. الكابتن صالح كان بره مصر كويس، والكابتن صالح ما عرفش بالكلام دوت او ما كانش في اتصال بيه الا بعد ما تم ايقاف اللعيبه ديت مني. وبعد كده قلت له بقى بعد ما قرار مجلس اداره بعد ما اجتمعنا وقلت له انا واقف كذا، قال انت عملت الصح وده الصح. يمكن هو قالها بعد كده، قال ان القرار دوت كان واخده حسن ان انا خدت ايقاف عملت ايقاف على 16 لعيب ناحيه تربويه ولعبنا بالناشئين الصغيرين. أستاذ حامد، شفنا هذه الثقة الكبيرة عند الكابتن حسن وهذا التقدير الكبير له لكابتن صالح. الجمعية العمومية للنادي الأهلي يعني ما تعرضش عليها الكابتن صالح بعد أول مرة، يمكن انتخب عضو في مجلس إدارة مطلع السبعينات ثم رئيس في سنة 80 والسنة اللي قبلها بتاعت 76 لم يوفق. لكن بعد كده هذه الثقة الكبيرة جدا لدى الجمعية العمومية لصالح سليم، كان تفسيرك لها ايه وانت عايشتها كتير؟ احنا واحدة من الـ 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 الانتخابات التاريخية في تاريخ النادي الاهلي 80. اما الكابتن صالح يعني لقى انه كان حصل حاجة مش مظبوطة في النادي الاهلي الحقيقة، وحصل انقسام في مجلس الادارة، واصبح الموقف محتاج تدخل حاسم لصالح النادي الاهلي. اما جاء وطبقا للائحه على انتخابات 92 دي اصعب 92 فيها انتخاب مرتين. صحيح. فبراير سحب ثقه ونوفمبر مجلس جديد. لا كانوا في نفس كان ماشي، ما هو المجلس انتخب في فبراير 92 عشان يكمل مده المجلس السابق مجلس الكابتن وحش، كملوا من فبراير لنوفمبر. ايوه لا انا بقول نفس الانتخابات. ايوه الكابتن صالح طبقا للائحه انت عشان يعني سحب الثقه من مجلس وانتخاب مجلس في نفس اليوم انت تحتاج 3-1 بالمناسبه. الكابتن صالح قعد مع القانونيين وشاف قانونيه الموضوع، لانه هو كان الالتزام بالقانون عنده هو رخم 1 و2 و10. ايه الصح عشان ده يتعمل يبقى ازاي يتعمل كذا كذا كذا. فراح يستشير بعض من الناس بقى اللي هم ايه عتاوله الانتخابات زي ما بيقولوا خصوصا من اصدقائه من الاباظيه في حزب الوفد. فحد ده انحياز ليبرالي انا هعديه. ده انحياز ليبرالي ماشي. لا اصدقائه حزب الوفد، واحنا حزب الوفد تمام الاهلي كان يعني حاجه اساسيه له جذور فيها. فقالوا له يا صالح انت عايز تجيب 66.5%. ايوه وده صعب جدا. صعب للغايه. ايوه فاحنا شايفين نصيحتنا ليك لا مالكش علاقه بالموضوع. اها فقال لهم انتم لا تعرفون الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. انا اثق فيها جدا. وقرر خوض انتخابات رغم التحذير القوي الموجه لي. جئت انا قبل الانتخابات بيومين. فقال لي تعالى عشان في ندوه مع الشباب. شباب الاهلي
اللي تطوع من نفسه والتف حوالين الكابتن صالح. وطبعا انا شايفهم في اروقه النادي وفي بتكلم معاهم يعني، فهم عايزين يقعدوا مع الكابتن صالح. فقال لي تعالى بحاله تشبه الالتفاف الاخير للشباب حوالين الكابتن الخطيب. نعم نفس الظرف. دول اللي هم دلوقتي بقوا كبار. أيوة. التفوا حوالين كابتن صالح ليه؟ لانهم شافوا ان اللي هو عايز يعمله هو انقاذ للنادي الاهلي. فانا فوجئت بيه، انا قاعد جنبه وهو بيرد على الاسئله بتاعت الشباب اللي واقفين بقوه وبعمق. فكان اول سؤال بس بقى يا كابتن صالح، ده واحد من الشباب، انت توعدنا دلوقتي حكايه بقى السفر لندن دي بلاش. فاي حد في الدنيا كان ممكن انتخابيا هيعديها يا اخي يتجاهل السؤال. لا لا، قال ثانيه واحده، انا هفضل اروح لندن. ولو كان وجودي في لندن ايا ما كانت اسبابه حاجه تنقصني فانا هفضل اروح لندن. دي الحقيقه، هفضل اروح لندن. طبعا احنا عرفنا كان بيروح لندن ليه. هفضل اروح لندن وما اقدرش اقول لكم غير كده. وثانيا وقتها قال التعبير انه النادي الاهلي لا يدار من طبليه. يعني رئيس النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ما لهمش علاقه بالاداره بتاعت النادي الاهلي، ليهم علاقه باختيار كل مسؤول في مكانه ومحاسبته ووضع. احنا بنجتمع مره كل شهر كمجلس اداره وفي مكتب تنفيذي، لكن انه انا كرئيس النادي ابقى قاعد عشان حد يجي يقول المدير بتاع النادي مش غلط في حاجه والحمام الميه مش سخنه، ده كلام ما هوش بتاع مجلس اداره النادي الاهلي الكبير. النادي الاهلي لا يدار هكذا ولابد ان تبقوا عارفين. فانا بقول له ما كنت خليها بعدين. قال لي هي ايه؟ هي ايه؟ يعني كانه لم يتخيل حتى ان انا اساله السؤال ده. يعني لماذا لم تتجاهل هذه الجمله دي للشباب اللي متحمسين وواقفين بقوه معانا يعني؟ فقال لي لا، هي دي الحقيقه بس. فقالها. هو ده صالح سليم. هذا هو صالح سليم. صالح سليم لم يكن يجري حوارات صحفيه. السبب انا بقول له ليه انت اشمعنى الصحفيين الكبار يعني اللي يتعامل معاهم؟ قال لانهم عارفيني. وانا صراحتي ساعات اصدقائي بياخذوني عليها. فممكن اقول الجمله بتاع لو حد ما هوش عارفني ويهمه مصلحتي يعني ممكن يستخدمها. ولو سئلت انت قلت هقول بس كان في سياق تاني يعني. ايوه في سياق. لا انا قصدي في ان هو ايه، هو بيقول الحقيقه ولا يخشى الا الله. هو بيقول الحقيقه وخلاص. انا بقول لك الناس دول معانا وواقفين بقوه، فانت قول لهم جمله لا مفيش. لا يجامل ولا يحب ان يجامل. ولا يحب ان يجامل. صالح سليم كان بينزل يجي من المطار من مع الركاب العاديين. كان بيروح صاله كبار زوار ولا بيسافر بكبار زوار ولا الكلام ده خالص. ما كانش حد يبقى عارف انه مسافر اصلا. يعني شخصيه بقول انا وصفتها في الاول وانت لم تكتفي. نموذج. هو نموذج متطرف في النموذجيه. هل الجمعيه العموميه شافت بقى دي في هذه طبعا النموذجيه الاهلاويه؟ عشان كده في هذه الانتخابات كان الفوز الكبير جدا لصالح سليم. يعني بشكل كل اللي كانوا بيراهنوا من حبايب صالح سليم على صعوبه الموقف كانوا في حاله اندهاش. لانه صالح سليم لانه صادق تماما، فكان بيوصل لقلوب الناس جدا، وصل لهم تماما، وهو ده اللي شفناه في جنازته. الناس ما لهمش علاقه بقى لا راحوا ولا صوتوا، بس عارفين ان الراجل ده صادق. صادق مخلص في اللي بيقوله، لا يزوق الكلمات. لا ومن
مستحيل انه كانت ترد على لسان صالح سليم كلمة وحشة في حق انسان. في حق انسان خالص. اه خالص. يعني في ناس كانت بتتهمه بال مش عارف انه خد هدية سيف السيف ورفض انه يرد لغاية اما واحد طرحها في الجامعة العمومية فقال لهم هاتوا من المخزن. فاكر كابتن عمان الله يرحمه خلانا صورنا السيف ايه في الدولاب ايه وكاتب بخط ايده هذا هو السيف يا اخ لؤى. كان نبيل لؤى بباو ايه المحامي اعتاد انه دايما يسير هذه الجزئية على اساس يعني ياخد يتهم بيها. لا كل حاجة يعني في احدهم يعني كان يظن في نفسه انه هو نجم كبير وانه الكابتن صالح كان يغار منه وعشان كده يعني لم يسجل في القايمه. فناس راحوا للكابتن صالح ووروا له حاجات يعني مسيئه جدا لهذه الشخصيه فرفض ان يلتقيهم. رفض عشان قالوا له في كذا كذا. رفض قال هذا ليس النادي الاهلي. رفض وما يشوفونيش وما يجوش من ناحيه المكان اللي انا فيه وابدا ما اتقالت على لسانه. عشان كده فضلت ثقه الجمعيه العموميه في الكابتن صالح سليم تقريبا مستقره. نسبه التصويت المكتسحه في الغالب اللي كان بينجح بيها الكابتن صالح تقريبا كانت متساويه او متعادله في كل انتخابات خاضها. ليه هذا الحب الكبير لدى الاهلاويه للكابتن صالح سليم؟ نشوف بعضا منه في هذا التقرير. كابتن صالح عاش في المكان ده نص عمر. المكان ده كله مواقف نبيلة. عايز تعمل تمثال الرجولة زي اللي ورانا ده هو تمثال الفروسية هو تمثال الشهامة صالح. اقول ايه اكتر من كده؟ نص تاريخ الاهلي عاشوا الراجل ده هنا وعمله. كابتن صالح سليم بالنسبة لنا يعتبر رمز لكل شيء جميل. رمز للأناقة، رمز للزمن الجميل بكل شياكته، بكل أناقته، بكل مثالياته، بكل مبادئه. فطبعا بيقترن اسمه على طول بنتمثل الرجل المصري الجميل صاحب المبادئ العظيمة. يعني أنا بالصدفة امبارح كنت بتابع تعليقات في الفيسبوك ففي واحد من أصحابنا كان مشير تعليق يعني خاص بموضوع الكابتن صالح سليم لما كان في لندن واليوم اللي عرف فيه حقيقة مرضه. كابتن صالح سليم راجل كان شرف للنادي الأهلي وإحنا طبعا إحنا كنا صغيرين وهو بيلعب فكنا بنحبه جدا. وبعدين كان راجل كابتن ولعيب وله شخصية كان بيعرف يسيطر على الفريق بتاعه والفريق بتاعه كان بيحبه وجمهوره كان بيحبه فكان له وضعه في النادي. والحقيقة الفترة اللي كان موجود فيها سواء كان لعيب أو سواء كان رئيس مجلس الإدارة إحنا كنا متشرفين بيه قوي. يعني اسمه شرف للنادي الأهلي لأنه هو إنسان تاريخه كله حلو. إنسان عنده أخلاق وعنده مبادئ وعمل حاجة للنادي الأهلي. طبعا كابتن صالح سليم ده يعتبر أساس النادي الأهلي وإحنا لغاية دلوقتي طبعا عايشين على ذكرى الكابتن صالح سليم ونفس الإدارة اللي يعني كابتن محمود الخطيب. أهم مبادئه إن هو امتداد للكابتن صالح والنادي ده يعتبر مقر ليه. كابتن صالح سليم كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي الله يرحمه كان من الشخصيات المحترمة. هو وأخوه كابتن طارق سليم وأخوه الكبير عبد الوهاب سليم هم أحد الرموز الرئيسية في النادي الأهلي اللي هم يعني صنعوا القيم والمبادئ والأصول وكان من يعني من أهم حاجة من أهم المميزات اللي كانوا بيمتازوا بيها الشخصية الصارمة القدوة القائد.
لقب يعني هو كان يعني يعني الوحيد اللي لقب بلقب الماسترو كابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم من الرموز الرياضة في الوطن العربي كله وليس النادي الأهلي فقط. وأقدر أقول إن صالح سليم هو اللي أرسى مبادئ النادي الأهلي اللي ما زال كل الأجيال بتتعاقب على هذه المبادئ. إن صالح سليم عمل قيمة لأنه كان قيمة وقامة. كابتن صالح كان مش مجرد لاعب كرة أو حاجة، ده القيادة الموهوبة اللي هي مش مخلوقة، دي قيادة طبيعية فطرية وشخصية نقية. كان الله يرحمه كان يتجن عليه ويقول لك راجل متكبر وما يهموش حد وبتاع، بالعكس كان خجولا لأقصى درجة وكان معتز بنفسه مش متكبر. هناك فرق كبير ما بين الاعتزاز بالنفس والكبر والكبر. فهو إنسان على أرقى مستوى من الأخلاق، حبه للنادي الأهلي ليس له حدود، وهو بيته الأول مش بيته الثاني، لا هو بيته الأول. وكان عنده القدرة إنه يدافع عنه لآخر رمق. أستاذ حامد، واحدة من أهم ملامح شخصية الكابتن صالح أنه كان عازف عن الإعلام، لا يتعاطاه بأي شكل من الأشكال، بل يمكن تقله الكبير أو ده خلى الإعلام هو من يسعى وراءه بكل قوة. لكن خليني أسأل سؤال افتراضي، ماذا لو عايش صالح سليم زمن السوشيال ميديا؟ لو صالح سليم موجود في عصر الفيسبوك كان هيتعامل ازاي؟ انا اعتقد انه كان من داخله هيكون مقاطع. مقاطع طبعا لانه ما يحدث على السوشيال ميديا هو تقريبا عكس كل مبادئ صالح سليم، الكذب والمبالغه والمجامله والنفاق. يعني ما كانش هيعمل اكونت باسم واحد تاني؟ لا يا خبر ابيض. لا لا لا، هو كان بس هيعمل اكونت باسمه هيستحمل بقى. هو هيعتبر انه ده مش موجود. رغم ان هو على فكره طبعا كابتن صالح كان من الناس المتابعه للتطور التكنولوجي. صحيح من بدري، متطور قوي بفكره. صحيح فهو من بدري كان الموضوع ده شغله. لكن انا لا اعتقد انه اللي بيحصل على السوشيال ميديا هذه الايام كان ممكن يهز شعره في من شعر الكابتن صالح، ولا يأثر حتى في تكوين صورته القوية. لا دي أنا أعتقد كان ساعتها هيقول لك إيه. أيوه، إحنا عايزين متخصصين يتعاملوا مع الكلام ده. آه، لكن هو وقول قول وحط ورد لا 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 لا، ده مش صالح سليم خالص. صالح سليم أنا ظللت في مجلة الأهلي الوقت داخل على 35 سنة، كل فترة الكابتن صالح سليم لم يحدث مرة إنه سأل ده ليه ولا حطيته إيه ولا عملته إزاي، رغم إنه هو كان بيبقى مهتم بالمجلة. لأنه أنا أتذكر إنه عم نصار البياع اللي بتاع المجلة، أنا قعدت في مرة أحكي معاه قبل ما يتوفى الله يرحمه، فبقوم بسأله عن صالح سليم، فقال لي إنه هو كان بيجيب كرسي يقعد جنبي هنا وقول لي ها إيه الأخبار والإقبال على المجلة إزاي، وطب إيه أحسن حاجة بتبقى في المجلة الأعضاء بيبقوا بيتكلموا عليها. طب أنت رأيك تتطور؟ بيسأل عم نصار هذا المغرور. يسأل عم نصار يجيب كرسي ويقعد ويقعد جنبه يقعد جنبه يعني. لكن السوشيال ميديا السمات الأساسية بتاعتها زي ما اتفقنا هي المجاملة والمبالغة والنفاق والتجرؤ طبعا. فده هو ما كانش ممكن هيأثر فيه طبعا، لكن المؤكد انه هو كان هيبقى لا علاقة له بهذا الموضوع. على فكرة الكابتن محمود الخطيب قال انا ما بفهمش في الحاجة بتاعتكم دي،
ولا يتعاطاها خالص. انا ما بفهمش الحاجه بتاعتكم اللي هي السوشيال ميديا والحاجات والفيسبوك دي والفيسبوك ومش عايز هو هي مش عجز عن التعامل لكن هو مش عايز رفض للفكره نفسها والوضع نفسه. نعم لان انا في الفتره اللي تولى فيها الكابتن الخطيب رئيس النادي الاهلي واعتقد انا كتبت الكلام ده انا في احيان كتيره ببقى شايف كان في استنساخ لمواقف معينه للكابتن لضرب صالح سليم ضرب صالح سليم هو لضرب بالدال سوري مش بالضرب هو ضرب صالح سليم ضرب صالح سليم آه. الطريق ده هو واخده كانه بقى في الجينات بالظبط الطريق اللي مشي فيه كابتن حسن يمشي فيه كابتن خطيب عشان يفضي الى نقطه تمثل القيمه بتاعت قيمه الاهلي نفسه بقى. نعم انا على فكره من الحاجات اللي اسعدتني جدا في الفتره الاخيره هؤلاء الشباب الاهلاويه اولاد الاهلاويه اولاد الاهلاويه اللي بقى ليهم مكان في النادي الاهلي وانا سعيد بيهم ومش بس مكان عشان حاجات انتخابيه وحاجات زي كده لا ده هم لهم دور الان في كل شيء كل حاجه بينظمها النادي الاهلي شباب الاهلي اولاد الاهلي الاهلاويه اولاد الاهلاويه اولاد الاهلاويه هم اللي موجودين وهم اللي بينظموا وهم اللي بيبادروا وهم اللي بيتطوعوا للعمل للاهلي هم اللي بيدافعوا ده جعلني واثقا جدا في مستقبل الاهلي واجيال الاهلي الجديده انها لن تقل في 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 القيمه عن الاجيال التي صنعت اسم الاهلي الكبير ولعل ده اللي ياكد فعلا انه صالح سليم ما ماتش صحيح بالتاكيد احنا النهارده انا جاي وعارف احنا هنتكلم عشان ذكرى المايسترو فلقيت انه الجنازه كانت امبارح حسيت كانه مات امبارح استاذ حمد انا سعدت بيك جدا النهارده انا اكثر سعاده وببقى يعني مستريح و بلاش مستريح ده دي مشكله توديني في داهيه وانا بقى في الحوار ببقى حاسس انه احنا بنحكي مع صحيح. بعض يعني. كانت لحظات مهمة الحقيقة في رحاب ذكرى المايسترو صالح سليم ولعل كل اللي انتوا سمعتوه من الأستاذ حامد عز الدين وغيره الكثير يؤكد أن صالح سليم في 6 مايو 2002 مات ليعيش وما الشباب الذين يتحدث عنهم الأستاذ حامد عز الدين اللي في الانتخابات الأخيرة هبوا بغضبة شديدة دفاعا عن النادي الأهلي وثوابت النادي الأهلي وقيم النادي الأهلي مساندين واحدا من رموز النادي الاهلي وكره الاهلي الكابتن محمود الخطيب اللي هي دلائل مؤكده على ان صالح سليم في وجدان الاهلاويه حقيقه لن تموت. كل ذكرى وانت طيب وتعيش وتفتكر يا استاذ حامد. شكرا جزيلا لحضراتكم الف رحمه ونور على روح المايسترو صالح سليم. صالح سليم